استني. إلزم. ما اقدرش. خدي افتحي بسرعه. قلبي مش بيجي. عارفة يعني ايه قلبي مش ملكي يا هند؟ اللي جوايا اكبر بكتير قوي من اللي بقوله. مين اللي هنا؟ انا يا حبيبتي. انتوا هنا لوحدكم؟ انا كنت جاي اسلم عليك انت وماما قبل ما اسافر. وليه لما لقيتها لوحدها يا دكتور ما مشيتش على طول؟ بنت انت اتجننتي؟ انا اسفه يا دكتور، انا اسفه فعلا. عيب كده يا بلا. عن اذنك. ليه كده يا بلا؟ مالكيش دعوة انت يا صافي، روحي دلوقتي على الشاليه بتاعك. احنا خلاص حجزنا في طيارة الصبح. ايوه روحي جهزي حاجتك. باي باي. ممكن تقولي لي ايه اللي انت عملتيه ده؟ ممكن تفهميني ايه اللي جرى لاخلاقك وايه اللي جرى لمخك؟ انا اسفه، انا فعلا بقيت قلة الادب قوي ونسيت التربيه العاليه اللي ربيتيها لي، وبعتذر عن كل حاجه تمس سلوك الدكتور احسان او تصرفاتك. تعتذري بعد ايه؟ بعد الجنون اللي انت عملتيه ده؟ بعد ما افهم. تفهمي؟ تفهمي ايه؟ عايزه ارد على اسئله من حقي اسالها. عملتي ايه حضرتك عشان بابا؟ وعمل ايه ابن عمه الدكتور احسان عشانه؟ سالتي قبل كده وعرفتي الرد. كلام. هو قال كلام وانتي قلتي كلام. كلام بدون اي فعل. عبله، عايزه تقولي ايه بالظبط؟ من يوم ما رجعتي من لندن وانتي اصلا مش عايزه تجيبي سيره بابا على لسانك. قولي لي ايه اللي في دماغك وقصدك تقولي ايه؟ قصدي اقول ان كان عندي شك. شك؟ شك في ايه بالظبط؟ وتحول لحقيقه. انتي والدكتور احسان عايزين تنسوه، عايزينه يختفي من الصوره خالص. يختفي من الصورة ويفضل فيها الدكتور إحسان، مش ده اللي انت تقصديه؟ أديكي قلتيها بنفسك قبل ما تنطقيها وأقطعلك لسانك. تقطعي لساني؟ تقطعي رقبتي؟ انت بعتيه، بعتيه. راسي يا قلة الأدب. اوكي دكتور احسان، ابقوا كلموا ديفيد من هناك. خلاص بدأوا المشروع، بعتوا معاينة تاني، معاينة تنفيذ. بجد؟ شفيق كان مهم جدا اني ما اقولكش على حاجة من الاول عشان انت بتتكلم كتير زي عبد القادر. ويصح برضو ان انا ما اعرفش حاجة؟ يصح، المهم النتيجة، كل شيء مترتب من الاول. عبد القادر ده مندفع ويفسد كل شيء. ولو اتأكد هيندفع اكتر. مش مهم، مطلوب اندفاع، مطلوب فعل سريع. خلينا على اتصال. هتوحشيني. هتوحشيني. حلوة قوي منك هتوحشيني. It's very funny. على المطار. وعبد القادر كان مستنيهم؟ لا، ده كان بيتقدمهم. أول ما وصل قدام الدار ركب عربيته ومشي قدامهم زي القائد في المعركة. نفسي أشوفها مفروسة بنت النادي، نفسي. بس برضك أنا مش مصدقة يا راغب. ما تيجي تشوف لنا إيه الحكاية؟ شوف مين دول اللي جايين في طوح عبد القادر. معقولة كل ده بيحصل والأستاذة قاعدة في شرم الشيخ زي ما زميلتها قالت لي؟ طب وأنت يعني شايف إيه يا باشمهندس؟ مفيش مقر، وعشان المشروع يتنفذ بالموافقة دي لازم المساحة دي كلها تبقى ضمن المساحة الكلية. ايه ده يعني كل ده يتشال يختفي بح بح؟ اكيد اتصرف مع دول يا عمدة. اتصرف ازاي يعني؟ والملكية اللي معاهم؟ ده كلام دلوقتي الحكومة لها دخل فيه يا عبد القادر بيه. انت سامع الكلام ده يا خلف؟ سامع ايه يا حضرة العمدة؟ مشروع محتاج للمساحة كلها. بيبقى فيها الارض اللي بليتوا عليها يا حبيبي. طب دي ارض احنا محتاجينها وانتم محتاجينها، الفيصل ايه بقى يا جناب العمده؟ ملك الارض واللي معاه ورق. طيب هنتفاهم. نتفاهم عليها يا حضره العمده. بقول لك ايه، الموال ده خلص يا نور عيني. باي باي. اتفضل يا عبد القادر بيه. اتفضل. كام اكتملت المؤامره؟ فعلا مؤامره بتحصل والاستاذه مش داريه. هياخدوا الارض تانية يا خلف؟ تخيل يا طبلاوي. يبقى موتوا فيه. ايوه موتوا فيه. انا عن نفسي مش هسيب الارض دي الا لما يضربوني بالنار هتبت فيها بايديا واسناني. مش هسيبها للكلاب ابدا.
المرة دي أنا مش هتكسر. هنا بقى ضرة المنتجع والنن عين أمي اللي جابوني يا باشا. ما تلم روحك شوية يا عايل، خواجات حوالين المساحة دي يا باشا بنسميها من واحنا صغيرين وسعية القصرات. ايوه، اللي هي مركز المنتجع اللي احنا قدمنا ده في المشروع بتاعنا الاولاني. والهيئة موافقة؟ احنا كنا خدنا موافقة مبدئية والورق موجود يا باشا. قدمنا منه صور علشان المشروع بتاعنا. خلاص، بس انا عايزك بقى تفهم المهندس الاجنبي بقى اللي عمال يلف في المنطقة ده. قول له يعني ازاي يقرب افكارنا من افكارهم. اهلا معالي الوزير. اهلا يا فندم. اهلا اهلا معالي الوزير. وكنت بتقول ان معالي مش هيشرف اهو، شرف معالي، نور معالي، ايه ده معالي، الله الله معالي. بطل حركاتك دي يا عادل. اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك. اتفضل يا باشا. اتفضل يا حضرتك. اهلا. اتفضل يا فندم. اقول لك ايه، سيب معالي ليه، روح انت عشان تستنى الراجل الكبير جمال بيه زمانه على وصوله. بعد اسم عليك يا فندم. طبعا البيت بيتك، هنزلك فين؟ اتفضل. امال يعني اللمه دي الدكتور احسان مش جاي ولا؟ اللمه دي مش عاملها ابن وساني، يعملها الدكتور احسان وهو براقب الموقف من بعيد. طب والورق اللي كان ناقص؟ هيتمضي الليله بس نعرف طلبات ديفيد. ديفيد؟ ايوه ديفيد، انت ما تعرفش المؤسسه مش بتلعب، لما يجي ديفيد هيفهمك. لا فهمني انت، الله يسترك قبل هو ما يكلمني. ليهم طلبات مش حكايه المنتجع بس يا عبد القادر، لا دي حدوته. طلبات ايه؟ كلام هند ومشاريعها؟ هند ايه بس؟ هند خلاص دورها انتهى. المهم اليوم طلبات تانيه وفي ميت ابو كامل برضه. هلو يا عمده. اهو ديفيد وصل يفهمك بنفسه. ازيك يا شفيق؟ اهلا اهلا. بقول لك يا عمده، دي كل الخرائط دي عندهم الا الخريطه دي، دي بقى بالذات ما عندهمش فكره عنها خالص. اذا كانوا هم اللي جايبينهم. انا اقصد الناس التانيين، نواساني، شفيق، ابو حجر بتاع لندن اللي ما ظهرش غير مره واحده، واحسان بيه قدمه لينا وقال ده هيبقى معاكم. انت ايه حكايتك يا عايل؟ ما هي دي طلباتهم وعلى عينك يا تاجر وكله هيعرف. الا خريطه الوسعايا، وسعايه الاثار. لا انت تفهمني بقى اللي في دماغك يا عايد. الجدع اللي اسمه خلف بره وعايز يقابل جنابك يا عبد القادر بيه. الجدع ده انا ما بقبلوش، قول له مش فاضي، قول له العمده مش فاضي دلوقتي، بعدين بعدين لا بعدين. لا 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 بعدين ايه؟ خليه يدخل يا علي. الظاهر انك ما شفتش الخرايط كلها كويس يا عايد، ارض المزرعه فيها. وقالوا في اخر معاينه. انت هتعمل معاهم الاول ايه يا حبيبي؟ طمني، دي دماغاتهم انشف من الجزم الميري.